استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله في قصر القضيبية اليوم يوم أمس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر سعادة الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي قدم لجلالته الوفود المشاركة في الاجتماع 14 للجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وذلك للسلام على جلالته بمناسبة انعقاد اجتماعهم في مملكة البحرين. وفي بداية الاستقبال هنأ صاحب الجلالة الملك المفدى الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة على الثقة التي أولتها إياه الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتزكيته رئيسا للاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، والذي يؤكد الكفاءة العالية التي يمتلكها كشخصية رياضية بحرينية متميزة قادت الاتحاد الآسيوي إلى تحقيق العديد من الإنجازات خلال السنتين الماضيتين. كما رحب جلالته بضيوف البلاد متمنيا لاجتماعهم التوفيق والسداد للنهوض بكرة القدم الآسيوية بما يخدم جميع الاتحادات القارية ويحقق آمالها المستقبلية. وأشاد العاهل المفدى خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به الاتحاد الآسيوي برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الذي عمل على النهوض بمنظومة اللعبة في قارة آسيا محققا في فترة وجيزة نجاحات لافتة ومهمة. وأكد جلالته دعم مملكة البحرين لجهود الاتحاد الآسيوي وخططه ونهجه في التطوير والارتقاء برياضة كرة القدم في القارة الآسيوية انطلاقا من اهتمامها ودورها الريادي في دعم قطاع الشباب والرياضة، ومنوها جلالة الملك المفدى بالإنجازات التي حققتها الكرة الآسيوية ومنتخباتها الوطنية وما وصلت إليه من مستوى متميز على صعيد المنافسات في البطولات القارية والعالمية. كما نوه رعاه الله بالدور المهم الذي تمثله الرياضة في تعزيز علاقات الصداقة بين مختلف الدول ومد جسور التفاهم والتعاون وتعزيز قيم المحبة بين شعوب العالم. وأعرب العاهل المفدى عن تمنياته لرئيس الاتحاد الآسيوي وكافة القائمين عليه بالمزيد من التقدم والنجاح لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المنشودة في خدمة لعبة كرة القدم الآسيوية وتحقيق طموحات جميع دول القارة.